هل يقال لمن دخل في أمر من الأمور لتخفيف المنكر مع عدم إزالة المنكر بكلية لقد أخطأت السبيل؟ والله ده سؤال جيد، هذا سؤال جيد، لكن أين المنكر الذي خفف؟ نمرة اثنين، دي مسألة مهمة جدا، لقد فاته خير كثير تلبس به، ضاعت مئات الملايين من الأموال، وضاعت ملايين الساعات من طلبة العلم، وهجر كثير من طلبة العلم أعواد المنابر والمساجد، وحدث الشقاق والنزاع بين المشايخ، وحرثت الأرض حرثا، وتجرأ الناس على السلفيين، ووقع النزاع، وبدت العداوة والبغضاء من أجل الآراء لا من أجل المنهج، وتحولت الآراء إلى منهج. ده كله في مقابل ماذا؟ إيه المنكر اللي احنا خففناه؟ يعني صاحب السؤال أو أي حد يجيبوني، إيه المنكر اللي احنا خففناه؟ يعني في مقابل ده كله مئات الملايين من الجنيهات وكل ده كله، ده في مقابل إيه؟ في مقابل إيه؟ إن نفرين مستشارين للرئيس، وفي مقابل واحد يبقى مساعد رئيس لشؤون البيئة؟ إيه الكلام ده؟ إيه المقابل يعني؟ بقول لك ياخدوا جوزين محافظين يبقوا من السلفيين؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أين هذا المنكر الذي خفف؟ نعم. جميل، أنت أطلقت حيتك إمتى يا أخي الحبيب؟ أطلقت حيتك إمتى؟ إيه؟ كويس. الإخوة دي كلها حد أطلق لحيته؟ الإخوة اللي أطلقت لحاها قبل الأحداث، ارفع إيدك كده. قبل الأحداث كله. جميل. جميل. المقصود من دروس العلم بث العلم، ودروس العلم كانت موجودة. كانت موجودة، الدروس في المحاضرات موجودة، وعلى النت موجودة، والمواقع موجودة. وكنا كمشايخ بنتنقل في كل مكان. كنا بنتنقل ازاي؟ واحد يعمل عقيقة، يعمل وليمة، واحد يعمل فرح، واحد يعمل أي حاجة مناسبة والناس تجتمع. هل تظن إن أنتم لما حضرتوا الدورة دي تعلمتم؟ لن تتعلموا إلا إذا مارستم ما سمعتم. ماشي الحال يا أخي الحبيب؟ ثم هذه الأشياء ليست من بركة العمل السياسي، ولكنها من بركة ماذا؟ سقوط نظام. معي يا أخي الحبيب؟ بدليل إن إحنا سافرنا بره مصر، إحنا رحنا ليبيا ورجعنا من ليبيا من غير ما نقدم جوازات ولا أي حاجة، حدود مفتوح، بلكة مفتوح، فده وضع عام، هذا وضع عام، مش وضع النظام، مش عشان احنا دخلنا في النظام وبقينا جزء من العملية السياسية فبقى ده ناخد الحرية دي. اصبر علينا شوية كده وشوف اللي هيحصل بعد كده. إذا طال بكم الزمان لن يمر عام إلا وجدتم تضييقات أمنية على مثل هذه المجالس، سترون ذلك الأمر وتقولوا الرجل ده قال هذا الكلام. هناك في قطاع غزة منذ عدة أيام الإخوة السلفيون عملوا مخيم ضخم هناك، ومخيم ابن باز السلفي. إيه اللي حصل؟ قوات حماس بتاعت الأمن هجمت عليهم، خلعت المخيمات وضربتهم بالعصيان وطردتهم، والمشايخ شتموهم وقالوا لأن هذه التجمعات خطر على الأمن. خطر على ماذا؟ على الأمن. منتبه معي؟ فهذا الذي يحدث ليس من بركات المشاركات السياسية، ولكن هذا وضع عام، هذا وضع عام.